قام عدد من سكان صيدا القديمة مساء الأحد 2 آب 2015 بقطع الطريق قرب ميناء صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على انقطاع المياه والكهرباء عن صيدا لمدة أكثر من أسبوعين. وقام عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني بالنزول والتفاوض مع الشبان لفتح الطريق أمام السيارات، غير أن الشباب بادروا إلى إعادة فتحها بعد أن تلقوا وعودا بنقل صوتهم إلى المسؤولين وحل الأزمة. اللي صار بدنا المي والكهرباء بس، النسوان عم تنزل على أطفائية وتعبي ميتها. قد ايه لها المي والكهرباء مقطوعين؟ لها شي 20 يوم، لا مي ولا كهرباء مش عم نشوف. طب رحتوا حكيتوا المسؤولين بالموضوع؟ ما حدا بيحكي لي مثل قلتها، ما حدا بيسمعنا. تفوت بتنزل على البحر انا واقف على البحر على الطه، اذا بدي نام بالباب انا واقف على البحر جوا بالبلد. طب بمين بمين سبعة من نام بالباب؟ لمين بتطالبوا؟ لمين بتطالبوا؟ شو بتطالب النواب كل واحد هون عمي يفضل يتضامن معنا بس مش اكثر؟ اذا ما بدهم يتضامنوا بس يا شموا راحتنا كثير هلا يا منزل السلام حرام اولاده مش عم تتحمم. الصبي اشترى النتان ماي ليتحمم فيهم، قال انا بنشرب فيهم 6000 ليرة وبياخذوا حق المي 300000. والكهرباء وينها؟ قد ايه مقطوع المي عندكم؟ صرنا مقطوع اسبوعين ثلاثة واكثر من رمضان. بدنا لحمة فرغيش كله كفينا يا ما حدا عم بحس بحدا. مش عم تسترجي تطبخ العالم والله ما عم تطبخ شعب صيدا ما حدا عم بحس فيها عم ياكلوا نواشف الاولاد وعم بيشتروا مي ليتحمموا. طيب مين بيشتروا مي؟ يعني واحد بيجي من شغله مثلا مشوب وعرقان وبيعبي كلانات مي ويطلعوا على البيت هلا بتحكي بدكم ينزلوا ويطمنوا انا بالشارع غيرك بدكم 300 كل شائط شاطرين بس يعملوا مشاريع لألهم ويعمروا ويساووا شاطرين يجوا ياخذوا مصاري بس تعول الماي والشرق والعالم بس شاطرين للانتخابات كمان شاطرين للانتخابات وين النواب وين العالم يا عمي انزلوا. فضلا عن ذلك قام عدد من أهالي مدينة صيدا بالاعتصام أمام مصلحة الكهرباء في المدينة احتجاجا على التقنين القاسي في التيار الكهربائي المتواصل منذ أيام، وطالب المحتجون الفعاليات الصيدوية بالتحرك واتخاذ موقف من الإهمال الحاصل تجاه أهالي المدينة. زي ما شايفين قطعة كهرباء بصيدا ما بتنحمل 24 ساعة لحد هلا بعد التقنين الكامل أكثر من 4 ساعات يوميا ما عم تجي الكهرباء، واليوم تحديدا الأحد 2 آب 24 ساعة كاملة انقطعت الكهرباء. فأجوا بعض شباب صيدا نزلوا كاعتصام سلمي حضاري واقفين على رصيف، لا سكرنا طرقات ولا حرقنا دواليب ولا ولعنا مكبات نفايات ولا اعتدينا على سيارات ولا شيء، بس جايين نعبر عن رأينا نفرجي وهي شركتنا شركة كهرباء، يعني لا اعتدينا عليها مؤسسات دولة مؤسساتنا عم ندفع ضرائبة، بس نفرجي السياسيين والمسؤولين عنا بصيدا انه نحنا مضايقين، نحنا بدنا تغيير، نحنا اختنقنا تخنتوها، يعني عم تاخذوا ضرائب وعم تستفيدوا على حسابنا واجواء نفايات مثلا شركات نفايات عم تاخذوها من حسابنا وتحطوها بجيبكم، على القليل ذوقوا عدمكم وجيبوا لنا الكهرباء، جيبوا لنا المي، ما في كهرباء والطقس زي ما شايفين صاروا يومين ثلاثه شوب لا يحمل، يعني الحراره عاليه جدا، فاقلها يعني انتم كيفين ومبسوطين وعندكم متراتكم يمكن مش عم تقطع اصلا الكهرباء عندكم، فتحركوا ذوقوا عدمكم، نحن اللي جبناكم وان شاء الله نحن حنشيلكم اذا حدلوا هيك. اذا عم بفكروا انه هن بس بقطعتهم للكهرباء اللي بتقطع معها المي انه يركعونا فشروا فشل على راسهم. نحن عندكم مشكله انتم مع نواب صيدا او مع حدا من صيدا روحوا حلوها معه شخصيا، مش تيجي تحلوها مع العالم، هيدا نحن عم نمثل صيدا كلها. صيدا كلها عم نمثلها نحن هون. نحن مقطوع عنا الكهرباء، مقطوع عنا المي، وهلا بده يجيبوا لنا كمان بعد شوي النفايات. اذا عم يعملوا هيك ليركعونا ونجيبوا النفايات نحن ما بنقبل، هيدي خطة لتركيع المدينة، ما حتركع المدينة، في بقلبها شباب من كل الطوائف ومن كل الأحزاب ومن كل الأجناس ومن كل الأحرار وكل الشرفاء هون بصيدا. مشكلة الكهرباء والمي صارت مشكلة مش عادية، شيء مش طبيعي إنه نحن عايشين بهيك ظلم، وإنه أهلنا ما عم ينزلوا، إنه نحن عم ننزل وما في كهرباء ومي، يعني شيء إذا هول الأشياء الأساسية ما أمنت لنا هي الدولة، ما بده يأمنها، كيف بدنا نأمنها؟ كيف بدنا نعيش؟ بهيك شوب وبهيك يعني شيء مش طبيعي انه يعني دولة عم تقطع لنا كهرباء لتجيبها لمناطق تانية، وغير هيك انه ما بعرف يعني في بعض الاحيان الواحد بس تعجز الكلمات انه تحكي انه هيدا حل، ما بعرف انه بننزل وبنتظاهر مين بده يرد؟ مين بده يرد؟ بننزل وبنحكي وبننزل اشياء فيسبوك وما بنترك شيء بنحكي فيه وما حدا عم بيرد علينا، ليه يعني نحن مش بشر؟ ما بحق لنا نعيش مثل كل باقي الدول؟ ليه طب ليه في ناس وصلت لاشياء نحن بعدنا ما وصلنا لها؟
يعني كهرباء ومي.